بسم الله الرحمن الرحيم وعنا ونأسان دا وديال صاحبيال ملكا ستوى جوكتان كسو دوادا برنامج فلانقين تعالمك وافر اللباتن كبشة تضباسن كاللباكن لباتن يأفر قيبتان وحنكو قولو وداغي دونا معلومات كسابسن سدي حباسي كوهلين حقتا دميسترن انك بدن لباكن واسكري وكم دا عيدما دا إسرائيل موبايل دودا سوير دودا اكاونا دا استعمالان اي معلومات اسكر تاسي كسابسن محينا تاي صوبتا اي حقق اسكعبين تاي فلسطينيين تاي معلومات كين تاسي لك اي اوكايديين مدحوين ترام ومحي فرين تكاقات من مدحوينها فلسطين محمود عباس قدبك لأو مهيمة ايا راعي دونا سو دوادا صاحب يال ملك السواء جوكتان لايسان مقالك لودك صاحب دادا وادمها السنتهاي مركا لايسكو صونا قدوان اكسن وحان كوهر مر اي معلومات كسابسن مدحوينها فلسطين محمود عباس وحاو فرين وقدر مدحوينها دالكا مرايكن كدونا يو مركا لإنو صول لابتا مدحوين ترام ترام سيدان اوغن هاي وحو مقالة دا قدس واقون سيدي عاصمة دا إسرائيليين تا وحانا وصفارة دي مرايكن كا وصور هري إسلام مقالة دا قدس وحال لغو رمي هادا مدكد بإن أي ودا حريرين مدحوينها فلسطين محمود عباس إيا سيدو كلا مدحوين ترام او دونا يو إن او مركا لنقضة مدحوينها مرايكن كا مدحوين ترام ايانا فرينتي كتميد مدحوين عباس صور ديگاي برتيسا اما آلا ديسا غاركا ايضا تراث اللي يرادو اساغو او شاعيي فرينتان وحير انكهور انتا اوصان لكل من مالنت جمعاي صوصعوتا ريزلو زراء اسرائيل بنيام من نتانياهو ترام وحو امو قانا يا انو اقبالي عدسي قدين عن نتانياهو كيميد اي اها ايني وضا كل ماان وحانا اي كوكل مدونان قوال كا فولوريدا ايضال كامرايكنكا مالنت جمعاي صوصعوتا haddaba waxa la isweydiinayaa waa maxay fariinta ee maxamuud abbas dhankiisa ka timid sida uu baahiyo wargeyska da axios oo dalka mareykanka ka soo baxa maxamuud abbas wuxuu madaxweyne taram ka codsaday hal arin oo ah in ay bog cusub ay u furaan xiriirka falastiiniinta iyo sidoo kale mareykanka maadaama taram uu ahaa ninkii caasimada israa'il uu aqoonsaday magaalada qudus safaaradda mareykankana halkaas uu raray لما كنت دبي تونكي ايا ودن بسين ودهرلان مدحوين ترام يسدو كلام محمود عباس افري تونكي بشان ايا لغو رمي ان محمود عباس فرينتا سيودر مدحوين ترام لكن هذا ايا الشاعي وحنا مدحوين عباس كذب لغو رمي ان او كهر لي اسكوديجي ديل الى دوني ان مدحوين ترام لغو قارجيو مركا تمركا سيدا حالك وي هاي مدحوين ترام اسغا وحياباها حوغ او سارة وحاكم دا رماها قناع السيغا وانا نين انت بدانا انكو مشقولي دونين بارغا قارة دا افريكا ودما دا افريكا وحاكا سعونا ايا وانا نين حوغ سارو علاقة دبلوماسية دا اسرائيلي لسميان دولدها عربتا وانا نين حوغ سارو دغالكا كدن كا دولد داشينها وانا نين هشيسي واوين غلا وانا نكو مشقولين وحياباها كلا يريركا سيدا دراديد بريغا دحيها دي اوصول لابتو مركا لما دحوين ترى محاصورة غلا سيدا هاد الجيهادة ايتا اينو دينا عكلا او وريجيو انك صود دقالك او دونا يئن لسوق بقبهيو هادنا وحا اوسيهو سكادا شاقين ايا مرول با ان عربتا يا اسرائيلين تحرير دبلوماسي داد او دحمر وانكي لباكون الى باطن صواب اللابي حرير كدبلوماسي داد او دولادا بدانو عبيد الا سميين اسرائيل haddana qorshaha waxa qayb ka ah Saudiga iyo Israa'il inay heshiiyaan laakiin arintaasii 7 Oktoobar ayaa soo dhex gashay dhinaca kale Hamas gabi ahaanba waxay beeniyeen muqaal xalay qabsaday warbaahinta caalamka iyo Twitterka muqaalkaasi waa nin afkinta uu soo xirtay calankii Falastiin xabadka ku xirtay kadibna dhahay waxaan weerar ka fulin doonaa Paris ciyaaraha Olympicada ayaan carqaladeyn doonaa waxaan nahay falastiiniinta Hamas iyo bla bla sheekooyin noocaas ah ayuu la yimid laakiin waxa la ogaaday ninkan inuu asal ahaan Raashiga ka soo jeedo luqadda uu ku hadlayo ee Carabiga ayaa noqotay mid aan ugu yaraan xitaa ka agdhaween dadka falastiiniinta waxana Hamas ay yiraahdeen muqaalkan waxa soo diyaariyay sirdoonada reer galbeedka si gaar ahaaneed saahiyuniyad oo Israa'il ay kala jeedaan iyaga ayaana doonaya inay dhinaca kala barbogaan ay ka abuuraan xogaga iscaabinta ee falastiiniinta annaga itaynaa haysataa falastiin Paris iyo meelo kale na saacadan uma soo jeedna ay yiraahdeen xogaga iscaabinta ee falastiiniinta mana doonayna inaan arrimahaasi aan ku dhaqaaqno waqti haadirkan dhinaca kale waxaan eegayna macluumaadka ku saabsan xogaga iscaabinta ee falastiiniinta waxaa lagu waramayaa inay gacanta ay ku dhigeen macluumaad dhameystiran oo ku saabsan in ka badan 2000 oo askari oo kamida ciidanka Israa'il macluumaadkaasi waxaa ku jira sawiradooda akaunadooda iyo xogo kale oo dhameystiran laakiin waxa la isweydiiyay maxay Hamas dadaalka intaas leeg u bixiyeen sidee ayay ku heleen xogta dhameystiran ee in ka badan 2000 oo askari oo kamid ah ciidamada Israa'il maxayna u ugaarsadeen xogtan ay u kaydiyeen
وركيسك هاري تسلا قومك عابو اياد داباعي معلومات كوسابسان ان حوغنك اسكعابنت اي حماس اي هيان فافاهي ندى ميستران او كوسابسان ان كبادن لباكونو اسكري وحانا اي حسين حوغنك اسكعابنت اي فلسينيين تا ان اي فافيين حوكتان وجيددنو اي تهي ان اي او ارقودان كو حسوقي عرورتا هاوينك اي سيدوكالي ان داد كوايي لده يعني داد كان نمبر دودا اي اكاونا دودا اي حوكتو دا ميستران لهلي اي عيدماد اسرائيل كاترسان وكوا اي حوغاق اسكعابنت اي فلسطينيين تعديمها كهيان يغو عرور هوين يسيدو كلي دادوا اي لا حسوقيا سيدو ورقيز كهارة تيسو اسرائيل كسو بحاو دابعي حماس وحا اسميين اما اي اساسين فايلالكا تفاتيران او اي اسميين ترابدان او عيدماد اسرائيل كاترسان كواس او اي كجران مغعا اسكريغا او دميستران سالليغا او كشاقيو قيبتو او قابل سنيهي نمبر كاقونسيجيسا نمبر تليفون كيسا جعانتا عنوان كيسا اما ايميل كيسا حساباتك او كليها براها بولشادا مغا عيادة حبناها قويس كيسا مركا قاركي فراها سرطا ايا لنبرادة تاريكا دا باورتا استعمالان ايا اكاونا دا اي بنجيا دا اي كليهين معلومات كاسو او دميستران اي حوقق اسكعابنتا اي جعانتا اي كليهين او انك بدل لبكونو اسكريا هدي هذا حصوصتان بشي هران واحان إذن لو ذاقي صببتا أي دقال يهندا حماس أبرت الماميسدان أسكرتا قاركي مركا استعمالا ينقرق الغول كوكالان أي أدافان إني تهي إن أي كهر مارين أيان شخصيك كجرا مقا عيادة أمليسك قعانتا يكو هيان أو لو أقون سنيا هي إن أدباتا أقيسة عرورتا هوينكا يددك وايال لذي إيه مقالة غزة ورقيسك إسرائيل ومعلومات كان صوحيقنا يمركا وحولي هاي حوققو waxay isticmaalaan xarfa gaagaaban oo tusaale ahaan ay u soo qaadanayaan askariga xarafka magaciisa oo ka bilaabo sida Y oo kale oo inta badan loo adeegsado ee sida farsameeqaan sare oo ka tirsan ciidamada cirka halka xarafka A laga soo gaabiyo ciidamada qaabilsan nidaamka difaaciyada hawada xarafka S na waxa uu ka tirsan yahay askarigii lagu qoraa kuwa tiknoolajiyada horumarsan ka shaqeeya xarafka K na waa duuliyasha ciidamada cirka ee Israa'iil dhamaan xarfahan la soo gaabiyay ayaa hadda ku jira liiska xogta iyo macluumaadka ay gacanta ku hayaan xogagiska cabinta ee Falastiiniyinta faylasha ay askarta kala duwan ay ku jiraan ayaa la sheegay ilaa 200 oo bog inay ka kooban yihiin unugyada xamaas u qaabilsan dhinaca jabsiga macluumaadka internetka ayaa muddo dhowr bilood ah waxa ay dhex wareegayeen qadadka internetka si ay xogahan u soo ururiyaan iyaga ayaana ka dambeeyay ururinta macluumaadkan iyadoo dib loo daabacay lana wadaagay kooxaha saxafiyiin ah kuwa ka shaqeeya Jarmalka wargeyska Haaretis kuwa Austria ka shaqeeya iyo kuwa kalaba warbixinada ku saabsan askartan ayaa lagu soo aruuriyay sida la sheegay macluumaad isku dhafan oo la faafiyay ama laga soo qaatay kadib markii loo daatay taleefanadooda gaarka ah marka lagu daro macluumaadka laga soo aruuriyay shabakadaha bulshada iyo kaydka xogta dadweynaha yaani meelaha iyaga soo dhigaan macluumaadkooda ayaa xog dhameystiran laga helay qabarradu waxay rumaysan yihiin marka in jabsiga internetka oo wargeyska Haaretis uu ugu magac daray qarawga internetka inay muujinayso sida uu u dayacan yahay heerka amaanka internetka hay'adaha kala duwan ee Israa'iil taas oo Hamas ka caawisay inay hesho xogta sirta ah ee kumanaan Israa'iiliyiin kuwaas oo hadda dareemaya in naftooda halis ay ku jirto maadaama Hamas ay ugu hanjabeen inay ugu aargudi doonaan caruurta ay ciidamadooda ku laayaan magaalada Gaza wargeysku waxa kale oo uu sheegay bilo ka hor in dhaqdhaqaaqa Hamas ay awoodeen kaarweerkii 7 Oktoobar inay u dhacaan xogta kumanaan ka mid ah kaamirooyinka amniga oo ay ku jiraan tiro badan oo yaala hareeraha ama ku xiran hareeraha ee magaalada Gaza oo dhinaca xadka ah waxaana wargeyska sidoo kale uu xusay in Israa'iil ay qiratay in loo dhacay xogta kaamiradaha amaanka ee dhinaca ee xadka magaalada Gaza ku xirnaa sidoo kalena loo daaray muuqaalo kale si loo weeraro ama loo fuliyo weerarkii 7 Oktoobar wargeysadu waxa kale oo intaas ay ku darayaan in awoodaha Hamas ee dhinaca sirdoonka aan u cadeyn Israa'iiliyiinta ilaa hadda markii Israa'iil ay galeen magaalada Gaza oo ay la wareegeen xogta serfarrada dhulka hoostiisa yaalla ee Hamas ay sameysteen iyo kombiyuutaradii ku xirnaa taas oo la yaab iyo ama kaag iyo anfiriirba ku noqotay sirdoonka Israa'iil sida uu baahiyay wargeyska Israa'iil Today oo Israa'iil ka soo baxa maxaad ku kordhin lahayd macluumaadkan qaybta soo aragtidaada ku reeb like sar muuqaalka hadii aad awoodo la wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsantahay.